قال تبارك وتعالى: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. إذا الإنسان يريد يتوب توبة نصوحة، توبة ماحية لجميع ذنوبه، ويخرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وشهر رمضان هو شهر التوبة وشهر الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. شلون يتوب الإنسان؟ أهم شيء إخواني في التوبة أن يكون عندك ندم وحزن حقيقي، هذا هو الأساس. أن تضيق ذرعا بذنبك، تحس بثقل ذنبك. مو الإنسان مستمتع بذنوبه ومقيم على ذنوبه ويرتكب الذنب منه ويلزم السبحة هيجي، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ورا شوية رد نفس الذنب شلون شغلة ولزم السبحة، أو يرتكب الذنب والمعصية ويقوم يصلي صلاة وجيد أن يصلي ويرفع إيده ربنا تب علينا وحسبال انتهت بهذه الكلمات. لا، التوبة مو كلمات، التوبة قرار. هذا واحد قرار حاسم، قرار حاسم أن أقلع عن هذا الذنب خلاص بعد ما أعود له بتوفيق من الله عز وجل وعصمة من الله. قل له ربي اعصمني، أنا قررت أن هذا الذنب بعد ما أعود له، وتثبتني يا إلهي، لأن الله إذا ما يثبتك أيضا يمكن أن ترجع. قرار صادر عن ندم، قرار صادر عن ندم، ندم حقيقي بحيث الإنسان يستشعر الحزن ويبكي ويتوسل. ذولا شلون تاب الله عليهم؟ هيك ظلوا يفترون بالمدينة وكذا؟ لا، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. فالتوبة لابد أن تكون صادرة عن ندم حقيقي وحزن حقيقي يتبعها قرار حاسم.